الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحسرة على الكافرين، وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عن دينه راد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، روى الإمام النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مرضه لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن مات من مرضه لم تطعمه النار. هذا الحديث العظيم يفتح لنا بابا إلى أمر مهم غاية، هو إدمان ذكر الله والاستغفار والتوبة من الذنوب التي تنشب أظفارها في قلوبنا جميعا. فما من إنسان إلا وله ذنوب غدرات فجرات تتفاوت بتفاوت إيمان العباد وإقبالهم على الله تبارك وتعالى، فهذه الذنوب هي التي تمحق البركات، وتهدم العروش، وتمرض الأبدان، وتجلب الفقر والعار والمرض،
وتجلب الهزيمة والتقلف على الأمم والأفراد والجماعات. أساس كل بلاء عصيان الله تبارك وتعالى، وأساس كل خير ونجاح وفلاح تقوى الله جل وعلا والمواظبة على طاعته تبارك وتعالى. لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإدمان على الاستغفار من الذنوب، فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في المجلس 100 مرة. وفي رواية أنه قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا حال النبي الذي قال له ربه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يتوب واستغفر في المجلس 70 أو 100 مرة. وأمره الله تبارك وتعالى عند اقتراب انقضاء أجله بالإدمان على الاستغفار: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هكذا يكون تعامل العباد مع الله تبارك وتعالى بطلب العفو والمغفرة والاستغفار والصفح من الله جل وعلا. فالله عز وجل هو الغفور الرحيم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ينبغي على العباد أن يدعوه ويتقربوا إليه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تدعو بالمغفرة تدعو الغفار، تدعو بالرحمة تدعو الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. ولقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لجاء الله تبارك وتعالى بقوم يذنبون ويستغفرون ليغفر لهم حتى تظهر آثار رحمة الله ومغفرته على عباده سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى حلقومه هو في سعة وعافية. فإذا وصلت الروح إلى مرحلة الغرغرة في الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذه المرحلة هي التي يغلق فيها باب التوبة المفتوح الذي لا يغلق إلا عندما تبلغ الروح حلقوم العبد إذانا بمفارقة بدنه. فالله تبارك وتعالى يقبل التوبة من قريب، أي قبل الموت. كلمة من قريب الواردة في الآية تعني قبل الموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. فإذا تابوا قبل الموت طيب عليهم وقبل الله تبارك وتعالى منهم. أما إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة عندها يذهل عقله ولا يستطيع أن يتحدث أو يتكلم إذانا بالختم على كتاب هذا العبد ليرحل إلى ربه تبارك وتعالى بما حصل في أيام حياته من حسنات أو سيئات. إن العبادة على مراتب في قبول توبتهم أو في الدخول على الله تبارك وتعالى، فمنهم عباد من أول حياتهم إلى منتهاها مقيمون على عصيان الله جل وعلا، ويلحق بهم أناس
عاشوا بعض فترات حياتهم في طاعة الله ثم انقلبوا على أدبارهم. هذه حالة الأشقياء المخزولين عياذا بالله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يؤمر بالملك فينفخ فيه الروح ثم يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد من أول حياته إلى منتهاها مقيم على عصيان الله جل وعلا، هذا لا يوفق عند حضور الموت إلى التلفظ بكلمة التوحيد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه أي من وفق ليلفظ ناطقا بكلمة التوحيد عند موته فهذا مشهود له بالجنة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن النطق بهذه الكلمة لا يوفق إليه إلا عباد مخلصون عاشوا حياتهم مسلمين موحدين، عاشوا حياتهم في سبيل الله وراعون ما أحل الله وما حرم الله جل وعلا يتباعدون عنه. هؤلاء الذين ذكر القرآن الكريم خواتيمهم في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالنطق بهذه الكلمة يحتاج إلى تحقيقها في واقع حياة الإنسان. العبد الذي عاش موحدا لله، العبد الذي عاش طائعا لله، العبد الذي عاش متوقيا لما حرم الله تبارك وتعالى، العبد الذي عاش حياته بياضها وسوادها يدندن حول دعوة ربه سائلا إياه الجنة متعوذا به من النيران سائلا ربه حسن الخاتمة، هذا الذي يوفق عند موته للنطق بهذه الكلمة العظيمة، يقول لا إله إلا الله ليختم بشهادة التوحيد على أعمال هذا العبد، ليوقع على كتاب هذا العبد أنه مات على توحيد الله تبارك وتعالى، هذا الذي تأتيه الملائكة بروح وريحان وبشارة من رب غير غضبان، هذا الذي تأتيه ملائكة بيض الثياب بيض الوجوه
معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فتخرج إليهم روح العبد حينما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموقف قول الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو العبد الذي يوفق للنطق بكلمة التوحيد، هذا هو العبد الذي يستحضر توحيد الله في أيام حياته ومرضه وسعادته وحزنه، هذا هو العبد الملهم المسدد الموفق الذي عاش تقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل ما يرضيه، هذا هو الولي الذي قال فيه ربه في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. أبشر بتلك العطايا والمواهب الجليلة الجزيلة من الكريم سبحانه وتعالى، هذا هو ولي الله تبارك وتعالى المتقرب إلى ربه بالفرائض والنوافل، الحريص على طاعة الله وعلى ذكره، الحريص على تطبيق ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه. هذا هو الموفق المسدد الناطق بكلمة التوحيد التي يترتب عليها أخطر قضية في حياة كل إنسان، أخطر قضية في حياتك ليست قضية الثورة والمظاهرات والاقتصاد والسياسة والانتخابات والرئاسة وغيرها مما ندور فيه وفي فلكه منذ أمد بعيد، أخطر قضية في حياتك أيها المسلم هي القضية التي يترتب عليها مستقبلك الحقيقي، مستقبلك ليس هنا في هذه الأرض، مستقبلك هنا في الدار الآخرة، أنت هنا في رحلة، نحن جميعا نركب سفينة الحياة تسير بنا في بحار متلاطمة، عما قريب ينادى على فلان ابن فلان، يأتي ملك الموت ليصطحب روحك إلى بارئها سبحانه وتعالى. هذا هو المستقبل الحقيقي الذي ينبغي أن يعمل له كل عبد، هذا هو المستقبل الذي لا يحتاج إلى مؤسسات وانتخابات ورئاسة وخطط ووزارات، هذا هو المستقبل الذي لا يحتاج إلى مال وشهادات ووصائف، هذا هو المستقبل الذي تصنعه أنت، مستقبلك تصنعه أنت بنفسك، أنت الآن في رحلة في هذه الأيام، أنت الآن تستطيع أن تمخر في عباب الحياة مدججا بأعظم سلاح وهو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى لتنجو من فتن الليل والنهار، أنت الآن تحدد وترسم وتكتب ملامح أهدافك، حدد هدفك، أين خبراء التنمية البشرية، حدد هدفك، هذا هو الهدف الذي لأجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء الرجل البدوي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطالة معاذ بالصلاة لهم حينما كان يؤمهم في الصلاة، واستدعى النبي معاذا وأنحى عليه باللائمة لأنه يؤم الكبير الضعيف وذا الحاجة، فأمره بالتخفيف. حينها قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،
إني لا أحسن دندنتك أي قراءتك ودندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما تحسن؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. هذا الدين، هذا البناء الشاهق، تلك الشريعة الفارهة، كل ما فيها جاء لهذين الأمرين، لتسأل ربك الجنة ولتستعيذ به من النار. في فورة الحياة وغمرة الفتن واضطراب المؤامرات تقسو قلوب بعض الناس، ينطفئ نور الشريعة الإلهية في نفوس بعض البشر وهم لا يشعرون، تسود قلوب عليها أقفالها فلا تستطيع أن تستوعب أو أن تعمل، وإنما تسير سير البهائم لا تلوي على شيء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عياذا بالله، قلوب عليها أقفال، قلوب محاصرة بالآثار والأغلال، قلوب سوداء ميتة لا تنبض بالحياة لأنها افتقدت النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. افتقدت نور الوحي الإلهي الذي يعصم العبد من التردي في مغاوي ضلالات الفتن. عياذا بالله تعالى، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، أنه سيعيش حياته بالطول والعرض كما شاء، حتى إذا حضره الموت رفع إصبعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ليشق طريقا إلى الجنة. لو كان الأمر كذلك ما تعب أحد، إذن لاستراح العباد جميعا. إنه يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة ومشارطة ومجاهدة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مراتب آخذ بعضها بأعناق بعض. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة هي السلعة التي يعمل لها البشر في أيام حياتهم. حين جاء أصحاب الفضيل بن عياض يريدون الجلوس معه للتسلية والحديث، فقال هذا ليس زمن حديث لتضييع الوقت فيه، إنما هذا زمن احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. تلك نصيحة الفضيل لأصحابه ومريديه. هذا زمان احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. هكذا يرشد أصحابه حتى يكونوا على بينة من أمرهم في رحلة حياتهم وفي رحلة سيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى. الأمر ليس سهلا كما يظن البعض. الذي عاش حياته قاطعا إياها في الضلالات والشبهات والبدع والمعاصي والطغيان لا يمكن أن يوفق بغير توبة. الذي كان صالحا ثم انتكس وعاد طالحا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كان مؤمنا مسلما صالحا عابدا زاهلا أصبح اسمه العاصي الفاسق، أصبح اسمه المبتدع، أصبح اسمه اللاهي الساري. هذه هي الأسماء التي تزم على العبد ويزن بها في حياته الدنيا لأولي الألباب. إن بعض الناس كان عاكفا على اللغو والطغيان،
كان عاكفا على عصيان الله تبارك وتعالى، كان ينتسب إلى الإسلام كحال كثير من البشر اسما ورثه بالولادة ولا يعرف عنه شيئا. فحين حضرته الوفاة طفق الناس يقولون له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فأنظر إليهم في دهشة ثم قال هو كافر بهذه الكلمة، ثم خرجت روحه عياذا بالله. قل لا إله إلا الله، عاش يعادي لا إله إلا الله، عاش يحارب أهل لا إله إلا الله، عاش يسخر من شرع لا إله إلا الله، عاش يوالي أعداء الله، عاش يناصر أعداء الله. كيف يكون في حزب الله المفلحين؟ كيف يوفقه الله تبارك وتعالى؟ إن بعض السائلين ممن يتكففون البشر حين حضرته الوفاة كانوا يقولون قل لا إله إلا الله، فيمد يده ويقول فلس لله فلس لله، حتى خرجت روحه. يغلب على الإنسان عند الموت ما كان متعلقا به في أيام حياته، كان متعلقا بالشحاذة وتكفف البشر. فلما جاءته ساعة الوفاة غلب عليه ما كان يدمنه في أيام حياته. يحكي الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن بعض مدمن اللعب بالشطرنج حين حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول شاهرخ حتى مات، شاهرخ كش ملك حتى خرجت روحه. فالعبد عندما يكون متعلقا بشيء هذا الشيء يعرض له عند وفاته، فإن كان متعلقا بالنساء عرض له ذكرهن عند الموت، بالمال عرض له ذكره عند الموت، بالجاه بالسلطان بالمذاهب الكفرية والملل والنحل الوثنية يعرض له ذلك عند وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. بعض فساق بغداد كما يحكي الإمام ابن القيم عرض لامرأة تسأل عن الطريق إلى حمام، قالت له أين حمام من جابي، فأشار إلى بعض السكك حتى انتهت المرأة إلى بيت ففتح الدار وأغلق عليها الباب وراودها عن نفسه. فتلطفت معه المرأة وقالت اشتري لنا طعاما وفاكهة، فذهب يشتري فهربت المرأة. فلما عاد فلم يجدها في الدار أصابه الخبل حتى صرع من مرضه ذلك، فكان يفيق من الغيبوبة ليقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي، حتى خرجت روحه. هذه هي الخواتيم، الخواتيم مغيبة لا يعلمها إلا الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حسن الخاتمة، الأعمال الصالحة تكفل لك حسن الخاتمة، تضمن لك حسن الخاتمة. من قال في مرضه لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن مات في مرضه أو من مرضه ذلك لم تطعمه النار. كلمات نقرأها ونحفظها، لكن جرب أن تكون طريح الفراش، جرب أن تكون مستسلما لأيدي الأطباء والممرضين والأدوية والمحاليل، وهذا يدهش وهذا يحدق وهذا يقرأ وهذا يرطن مع الآخر، وأنت في فزع فازع
لا تستطيع من الدهشة أن تتكلم. هذه الكلمات لا ينطق بها إلا من أدمنها في أيام حياته، أما في الشدائد فلا يوفق لها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. فإن مات من مرضه ذلك لم تطعمه النار. لو أننا حفظناها، رددناها، نشرناها، أوصينا بها المرضى، أوصينا بها أطباء المستشفيات أن يوصوا بها المرضى أن يدمنوا اللهج بهذا الذكر العظيم، حتى إذا ماتوا ضمن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تطعم أجسادهم النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، صنف آخر من البشر، صنف يعيش في أيام حياته ساغيا لاغيا عاصيا مفرطا، حتى إذا اقترب أجله تنبه إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، فأنفق حياته في طاعة الله جل وعلا، يأتيه الموت على خير حال. هذا من الموفقين السعداء، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رأى الإمام الواحدي في كتاب قتل القرآن بإسناد الله أن رجلا شريفا من أهل البصرة كان منحدرا إليها في سفينة، ومعه ندماؤه والشراب والعود والجارية تغني، وكان يركب السفينة شاب صالح انزوى بعيدا في بعض أركانها، والشراب في يد الرجل والجارية تغني، وانظر إلى صاحبنا المنزوي ساخرا مستهترا يقول يا فتى أتحسن شيئا كهذا؟ فيقول الفتى في ثقة المؤمن أحسن ما هو أحسن من هذا. فقال أسمعنا، فاستفتح ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فوقعت الآية في قلب الرجل موقعا، فألقى بالشراب في الماء ثم قال هل معك شيء آخر؟ قال نعم. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فأشار الرجل إلى الجارية أن تتوقف عن الغناء، ثم أمر بكسر العود وقال يا فتى هل ثم مخرج؟ أي يوجد من البلاء الذي نحن مقيمون عليه مخرج؟ قال نعم. ثم قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فرفع الرجل يده وقال أشهدكم أني تائب إلى الله، ثم سقط ميتا أمام الجميع. قال العلماء وهذا مات على توبة صالحة، لأنه ألقى بالشراب وأمر بكسر العود وأمر الجارية أن تكف عن غنائها، وسأل الفتى عن المخرج. عاش ساغيا لاغيا، لكنه تنبه قبل موته للتوبة والإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي يا ابن آدم
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب أي بمثل قرب حجم الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. وقال في الحديث الآخر: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ثم استغفروني لغفرت لهم ولا أبالي. وفي بعض الأحاديث الإسرائيلية قال الله تعالى: أهل ذكري أهل طاعتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أعرضوا عني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. لا أحد أحب إلي التوبة من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يفرح بتوبة العبد أكثر من عبد في صحراء معه دابته عليها طعامه وشرابه، فنام في ظل شجرة ثم قام ففقد تلك الدابة فقال: أجلس هنا حتى يأتيني الموت. فنظر فإذا الدابة قادمة، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك شاكرا لله، فأخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بتوبة العبد من هذا العبد الذي يفرح بعودة الدابة التي معها أسباب حياته في تلك الدنيا. ثمة صنف آخر هو أعظم الأصناف عند الله تبارك وتعالى، وهو المسلم الطائع الموفق من بداية حياته للطاعة حتى إذا اقترب أجله تنبه إلى مضاعفة الطاعة وإلى مضاعفة أعمال البر والخير، فإذا قبضت روحه قبض على خير حال. هذه حال السعداء الموفقين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين اقترب أجله، دعاه ربه تبارك وتعالى بسورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت أم سلمة: فما كان يروح ولا يجيء ولا يقوم ولا يقعد إلا قال: سبحان الله وبحمده، اللهم اغفر لي. قبض على هذه الحال. كان اعتكف في كل عام 10 ليال، فاعتكف في العام الذي قبض فيه 20. كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، فعرضه عليه في العام الذي قبض فيه 2. واتفق يودع الأمة فحج الحجة التي سماها المسلمون حجة الوداع، وقف يخدم منار الشرك والجاهلية ويؤسس منار الإسلام، ويقول: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد كان وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على خير حال. الدعاء، الاستغفار، إدمان التوبة، إدمان المواظبة على الفرائض والنوافل، يضمن للعبد أن يعيش سعيدا وأن يموت سعيدا، يضمن له أن يموت على التوحيد حتى يحقق المستقبل الذي يصبو إليه. هناك في دار الأفراح: إن تأخير التوبة ذنب ينبغي على العبد أن يتوب منه. توبة الشاب أحب إلى الله من توبة الشيخ الفان، لأن الشيخ
قد فنيت حياته، قد شبع من ملذاتها. أما الشاب فهو في شرق صباه. لذلك في بعض الآثار قال الله تعالى: أيها الشاب التائب أنت عندي كبعض ملائكتي. قال وهيب بن الأرض: قرأت في بعض الكتب السابقة أيها الشاب التائب أنت عندي كبعض ملائكتي. عجب ربك للشاب ليست له صهوة. لذلك في السبعة النفر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، لأن فترة الشباب هي فترة اضطرام الشهوة، فترة العبث واللهو والسهو. لذلك إذا نشأ على طاعة الله فهذه حالة فريدة يثني عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبها ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تجديد التوبة، تجديد الاستغفار، إدمان الاستغفار من الذنوب، إدمان قول لا إله إلا الله، هذا أمر ينبغي على العبد ألا يغفل عنه. حين استنصح النبي مستنصح من الصحابة يستنصحه بنصيحة يعمل بها، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي لا تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، حتى توفق عند موتك لتكون مع السعداء، حتى توفق لخاتمة هذه الخاتمة هي التي تحدد مستقبلك الحقيقي أيها المسلم. تلك الخاتمة هي التي تضمن لك أن تعيش سعيدا أبد الآبدين ودهر الداهرين، حيث أعد الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إدمان التعلق بالدنيا، إدمان طول الأمد، إدمان التطلع إلى المال والشهرة والمناصب وغيرها يقسي قلوب العباد، لأن الفتن حين تعرض على القلوب تترك فيها آثار. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب ألفظها لفظها أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب تشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوان، وقلب أبيض كالصفا مثل هذا الرخام لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الذي يستجيب للفتنة تترك فيه أثرا أسودا، تترك علامة سوداء، فتنة من وراء فتنة ومعصية من وراء معصية، تترك القلب ميتا أسود مربادا كالكوز المقلوب لا يصعد إليه الماء. وكذلك هذا القلب لا يصعد إليه الوحي ولا ينتفع بقرآن ولا سنة، فلا بد من الخوف على مستقبلنا الحقيقي، لا بد من تجهيز العبد لما يحتاجه للوصول إلى شاطئ الأمان بذكر الله وطاعة الله والمواظبة على التوبة من الذنوب. أمامك متسع عظيم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، عليك بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا نداء القرآن الكريم للذين يريدون الفلاح والفوز والنجاة والرزق والتقدم في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة. توبوا إلى
الله تبارك وتعالى واستغفروه سبحانه وتعالى وأدمنوا على الاشتغال بالأعمال النافعة، فإن الإخلاد إلى الأرض وإن التعلق بالدنيا وإن التخطيط للشهرة والظهور وحب الجاه والسلطان وغيرها هذه أدواء مميتة للنفوس وللقلوب، هذه أدواء تقضي على العباد. أما العبد السعيد فهو الذي يسارع إلى الرضوان والمغفرة. كان الحسن البصري يقول: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فاصنع، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل بعمل صالح فافعل. كان معاذ بن جبل يأخذ بيد أخيه من الصحابة ويقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، نتذاكر كتاب الله حديث نبي واقع المسلمين، واقع من وجوه الخير نفعله، واقع من وجوه الشر ندفعه ونحذر منه ونحاربه، بابا من أبواب الإصلاح نطرقه، سبيلا إلى صلة الرحم والإصلاح بين البشر حتى نسير فيه. اجلس بنا نؤمن ساعة. هذه القلوب قلوب أولياء الله، قلوب الجيل الرباني العظيم الذي أصلح هذه الحياة وأفتحها بدين الله وبشرع الله تبارك وتعالى. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. تذكر أن مستقبلك متوقف على كلمة، أن تموت على كلمة التوحيد. ما هي الخطة؟ ما هو الهدف؟ ما هو السبيل؟ ما هي الآليات التي تحقق بها تلك الخطة وتبلغ بها ذلك الهدف؟ الإدمان على طاعة الله سبحانه وتعالى، إدمان الذكر، إدمان الدعاء، إدمان سؤال الله عز وجل التوفيق للخير، الاستعاذة به عز وجل من الوقوع في أحابيل الشيطان. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مرضه لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن مات من مرضه ذلك لم تطعمه النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.